السيدات والسادة، إن تحسين العلاقات مع المكلفين بالضريبة لا يمكن أن يتم حصره فقط في صياغة الإجراءات الجبائية وحدها، بل يتعدى إلى كيفية التواصل معهم، إذ لا يمكن إهمال تأثيره على الأداء العام للمديرية العامة للضرائب، فهو العنصر الفعال لبعث مبدأ الثقة والحوار. السيدات والسادة الحضور، في هذا اللقاء سوف نتدارس معا كيفية تحسين مناخ الأعمال من خلال استعراض مختلف التسهيلات والمزايا والضمانات المتعددة الممنوحة لمرافقة المكلفين بالضريبة، وهذا من خلال ثلاث محاور أساسية. المحور الأول متعلق بتعزيز الضمانات الممنوحة للمكلفين بالضريبة فيما يخص الرقابة الجبائية والتحصيل الجبائي والمنازعات الجبائية. أما المحور الثاني فيتعلق بتسهيل الإجراءات الجبائية والمتمثل أساساً في كيفية الحصول على الترقيم الجبائي عبر الإنترنت، إنشاء الملف الجبائي وعملية التصريح ودفع الضرائب والرسوم. وأخيراً المحور الثالث متعلق بعصرنة ورقمنة المديرية العامة للضرائب لإضفاء أكثر شفافية في المعاملات وللحد من الغش والتهرب الجبائيين. والنظرا للاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لمشاريع رقمنة الإدارة الجبائية، سيتناول هذا المحور الآفاق في المستقبل القريب في هذا المجال بتسليط الضوء على عملية تعميم الإجراءات عن بعد وتنويع وسائل دفع ضرائب الرسوم ومرافقة المكلفين بالضريبة في معاملاتهم مع مصالح الجبائية من حيث الاستقبال والتوجيه والمرافقة.